انفصال حدث من 5 أشهر ولكن أعلن عنه خلال الأيام القليلة الماضية. إنه انفصال الفنانة أنغام عن زوجها أحمد إبراهيم إلا أثار جدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد ما قامت أنغام بحذف إبراهيم من على حساباتها عبر السوشيال ميديا، وده بعد ما مدح زوجته الأولى ياسمين عيسى عبر حسابه على إنستغرام وفيسبوك، حيث نشر إبراهيم صورة لابنيه مع والدتهما وعلق عليها قائلا: في يوم المرأة العالمي تحية للعظيمة الأمينة اللي صامت بيتي في غيابي، عرفت قيمة ولاد الأصول. أكتر من عام كامل مر على زواج الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم والنجمة أنغام، الأمر اللي أثار جدل كبير بين محبيها ومتابعيها، وكذلك تسبب في العديد من الأزمات للطرفين، سواء لأنغام مع أسرتها وتحديداً ابنها، وأيضاً بالنسبة لإبراهيم وتحديداً مع زوجته الأولى ياسمين عيسى. وطالت الثنائي الكثير من الانتقادات بسبب فارق العمر بينهما، حيث أنها تكبره ب 11 سنة، وأعاد أحمد إبراهيم زوجته ياسمين منذ شهر مايو الماضي دون إخطار أحد من المقربين منه وبعيداً عن وسائل الإعلام، خاصة أنه خلال هذه الفترة كانت علاقته متوترة بالنجمة أنغام بسبب ابنها عمر اللي خرج على الملأ وسبه. وخلال الأيام المقبلة سيعود الموسيقي أحمد إبراهيم للعيش مع زوجته ياسمين، وهذا وفقاً لما أعلنته أسرة ياسمين، خاصة أن هناك مفاوضات صلح بينهما من المقربين لهما. ففي فبراير الماضي أعلنت الفنانة أنغام زواجها من الموزع إبراهيم اللي أشرف على ألبومها الأخير حالة خاصة جداً، وكان أحمد إبراهيم انفصل رسمياً عن زوجته الأولى ياسمين عيسى بعد زواج استمر لمدة 10 سنوات أنجب خلالهما طفلين.